اغسله. الله يعني. بطل الدوري النصفي الممتاز فريق نادي الزمالك. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ونهايه مباراه نادي الزمالك مع الاتحاد السكندري بالتعادل 1-1 برغم انف ابراهيم نور الدين والصباحي في الفار فوق. الحقيقه انا ما شفتش كده ابدا في الدنيا، يعني الراجل انا شايف انها مش طرد خالص. احنا لعبنا كوره يا جماعه مش طرد خالص، لكن الولاد كانوا رجاله وقدروا انهم يرجعوا في المباراه بالتعادل مع فريق محترم، فريق الاتحاد السكندري. هنروح لاستاد القاهرة ومراسم التتويج، بالتأكيد طبعا دي كل دي الصور لعيبة، والحقيقة اللعيبة كلها مبسوطة وفرحة، وجماهير نادي الزمالك النهاردة، وادي درع الدوري والجزيري بياخد سيلفي والزميل مينا ماهر طبعا مذيعنا هنا في قناة الزمالك، وكان من شوية دكتور مصطفى ده راجل من ضمن الفريق الطبي يا جماعة. وانا كنت اتمنى الاستاد يكون مليان النهارده ب 100,000 متفرج او 60,000 متفرج على الاقل عشان يفرحوا مع اللعيبه. وادي امام عاشور وفرحه طبعا ما بعدها فرحه، عمر السعيد وابنه، كل اللقطات اللي انتم شايفينها حضرتك ولا بنته، كل اللقطات الحقيقه وادي جماهير الزمالك الكبيره جدا جدا اللي ساندت نادي الزمالك بشكل كبير، وادي درع الدوري الاحتفاظ بيه للمره الثانيه على التوالي. بالتاكيد هذه لحظة تاريخية، نادي الزمالك احتفظ بهذا اللقب للمرة الثانية على التوالي برغم كل الصعوبات اللي واجهها نادي الزمالك الحقيقة هذا الموسم، وتغلب عليها بفضل إدارة محترمة برئاسة المستشار مرتضى منصور وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، بفضل إدارة فنية على رأسها مستر فريرا، وأيضا أمير مرتضى منصور وكل العاملين في الفريق الأول نادي الزمالك. مراسم تتويج نادي الزمالك بالدرع الدوري، القصة مش قصة 14 أو 13 أو الرقم، القصة في التحديات اللي واجهناها، قصة في الصعوبات، القصة في الكفاح اللي كفحوه لعيبة نادي الزمالك مع إدارتهم السنة دي ومع جماهيرهم برغم الصعوبات الشديدة جدا جدا اللي قابلوها، إلا أنهم استطاعوا أن يتفوقوا على كل هذه الصعوبات الحقيقة حتى توجوا ببطولة الدوري مرة أخرى للمرة الثانية. طبعا ده آدم طبعا ابن شيكابالا وطبعا فرحان ما شاء الله ربنا يخليه له، وإن شاء الله يبقى شيكابالا نمرة 2 طبعا ابن شيكابالا. وعايزين نشوف المنظر بقى الجميل في تسليم الدرع في التتويج، لأن احنا يعني السنة اللي فاتت الحقيقة كان في ناس كانت زعلانة إن أنت خدت الدوري يا كباتن، زعلانين ان انت خدت الدوري، ولكن السنه دي نشوف بقى درع الدوري بتسلم ازاي. كابتن جمال، كابتن احمد، كابتن ايمن عبد العزيز، هو كان واحد بس مسؤول في اتحاد الكوره بتاعي وعمل فيها بقى ان هو مسؤول الاوحد في كره القدم وبوظ المهرجان وبوظ الدنيا، ولكن طبعا نادي الزمالك كان لابد ان هو ينظم هذه الاحتفاليه يا جماعه الموسم الماضي، صح ولا انا غلطان؟ طبيعي طبعا، بس احنا ربنا كرمنا كل سنه بواحد يا كابتن. السنة اللي فاتت واحد، السنة دي واحد برضه في الملعب. لا في حد هي لا الكابتن ابراهيم نور الدين، قصدي على ابراهيم نور الدين يعني والصباحي. لا ما هو الكابتن، لا طبعا بص هو الكابتن ابراهيم نور الدين متعصب قوي قوي زياده عن اللزوم يعني. يعني الناس بص احنا كسبانين الدوري الحمد لله من امبارح، وهو عارف ان احنا جايين نحتفل، الماتش سهل والماتش سهل قوي ومش محتاج عصبيه. فرقه الاتحاد فرقه محترمه جدا وبتلعب طبعًا بتأدي كويس جدا، فرقه الزمالك بتأدي كويس جدا، بتلعب بشرف على فكره. بالظبط، اللعيبه النهارده بتكافح، بيطرد لك واحد من اهم اللعيبه الموجوده في خطوطك. الحقيقه هو عصب المباراه، طريقه كلامه مع اللعيبه وطريقه نظرته للعيبه
وانا الحقيقه مش كل ده ملوش داعي في الاخر. انت المفروض تحتوي اللعيبه كابتن. كابتن بيقول المباراه سهله وحلوه وممتعه طبعا، وهو المفروض يستمتع بدي، لان في الاخر هو بالنسبه له ان هو يدير. طبعا يا كابتن ايمن المستشار مرتضى منصور طبعا رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الف مبروك الثاني على السنه، الثاني ورا بعض.